اللي بيعمل كده معاكم عايز يوقعكم ويوقع مصر، واللي بيعمل كده معاكم فاكر انه ممكن ينجح. انا اتصور ان رد فعل الحقيقي اللي انا قلت عليه قبل كده، ان احنا كلنا كمصريين العمل عملنا يزيد، ادراكنا للمخاطر يزيد، اصرارنا على النجاح يزيد، وده يبقى ده الحقيقه الرد العملي الحقيقي لكل الجماعات وكل الانشطه وكل الدول اللي بتسعى لإزاء مصر. لكن هم لن يستطيعوا، لان دايما في خير وفي شر. يا ترى اللي احنا بنعمله ايه؟ يبقى احنا مش عارفين ديننا بقى. يا ترى اللي احنا بنعمله ايه؟ هو الخير ولا الشر؟ احنا كدولة بنعمل ايه؟ بنبني ولا لا؟ عايزين نصلح ولا لا؟ عايزين نعمر ولا لا؟ عايزين نقتل ولا لا؟ عايزين ندمر ولا لا؟ والإجابة عندكم، الإجابة عندكم. عايزين نتأمر على غيرنا ولا لا؟ عايزين نتدخل في شؤون غيرنا ولا لا؟ عايزين نعيش على حساب غيرنا ولا لا؟ لا، لا عايزين نعيش على حساب غيرنا، ولا عايزين نتآمر، ولا عايزين نخرب، ولا عايزين نتدخل، ولا عايزين أي حاجة. حد يقول لي دي سياسة مسالمة جدا. طب خلي حد بس كده يقرب من حدودنا وانتوا هتشوفوا.